الدار والتعديل في هذا الدار والتعديل في هذا الدار والتعديل في هذا الدار هذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار وهذا عيب هذا عار والتعديل في هذا الدار والتعديل في هذا الدار فاطمة أدرتوها فاطمة أدرتوها فاطمة أدرتوها فاطمة أدرتوها كلية لنداء اللجنة المحلية لوسائل التحرك الاجتماعي التي تبنت ملف أم فاطمة هذه المرأة التي جاءت لقضاء حاجتها في هذه الوكالة وبتخرج واحد لاصون ديال الفلوس ديالها وهي في حالة مرضية وجميع الشواهد تثبت ذلك وتكلموا مع المديرة ديال هذه الوكالة البنكية في الذهب أبت إلا أن تحضر أم فاطمة هي امرأة مريضة أيانا كان مركب لها السيروم فرضت عليها بقوه حتى 3 ايام ولا 4 ايام كيمشيو كيجيو الاهل ديالها وتيقولوا لا السيده راه مريضه صيفطي معنا واحد الموظف يمشي يحضر ليها وتسيني على الوكاله ولا على الاوراق التموتيه اللي بغيتو وتعطوها الفلوس ديالها وتعطو الورثه الفلوس ديالو ولكنها تعنتات وابت الا ان امي فاطمه الله يرحمها تحضر امي فاطمه كانت في الايام الاخيره كما نعلم تتماثل للشفاء وبدات كتعاطى مع الدواء ديالها وحيدوا ليها كاع شي وقت قربوا هذا انه قالوا يحيد السيروم وبقى متبع لها التريتمون ولكن من بعد الخرجه اللي خرجات في سياره ديال اسعاف خاصه والتحرك ديالها اللي جات حتى لهنا لهذ الوكاله وحضرات تشافت هذه السيده المديره ملي رجعت امي فاطمه للبيت ديالها تدهورت الحاله ديالها تضعضعت بشكل كبير جدا يومين او 3 ايام اللي دوزت من بعدها ووافت الله تعالى اخذ روحها توفت فاذا حنا السؤال ديالنا في هذه الوقفه رؤوس الادارات المغربيه زعما اختفت جميع الوسائل القانونيه اللي غتخليها تثبت ان واحد الانسانه مريضه ودير اي وسيله من الوسائل اللي تثبت انها على قيد الحياه وانها راه كتستحق واحد لاصون واحد القيمه ماليه اللي هي حقها ويمشوا عندها حتى البيت ديالها ولا غير بوكاله ولا عطى الله غير ما تحضروش مراه مريضه وسبيطاليزي شاده الفراش وتجيبوها حتى للوكاله الوظيفيه وتمعنوا في التاديب ديالها وتبقى تسنى لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو التاديب بعينه الا كانت البريد بنك كتقبل على راسها هذا النوع من التصرف فلا يقبله في هذه البلد عاقل دوش القضاء انه يضمن من احضر الوفاه الانسان عزيز وغالي عندك لولا انه الناس باغا تفهم شنو واقع ببساطه واحد السيده عندها 70 عام وبعد واحد الجرجير ديال ايام وشهور الفلوس محطوطه عند الناس هذا الناس تسخسخون عليها مدة من الزمن وصبرنا وتجاوزنا وسير وجيل والناس جاو من خارج المدينة وفرضوا علينا شي حوايج المهم هادشي تجاوزنا قلنا ربما الإدارة ربما عذرنا ولكن هاد السيدة عندها 70 عام مريضة طريحة الفراش كنعلقوا لها السيروم كنجيو لها الطبيب حتى للدار قال لك والو هاد السيدة هادي ما واخا ما عرفتش ديرو خباو جميع المساطير وجميع الحلول قال لك ضروري هاد السيدة هادي تجيبها الإسعاف حتى لهنا ما كاينش شي حل لا والو واخا ما شكون اللي يجي والله يمدوا هاد الفلوس هادي سيروا جيبوا الإسعاف ودخلوا الناس وشرحوا وطلبوا وزاوقوا زعما الإنسان ما كتعرفش من اش مصنوع من أي مادة واش هو إنسان بعدا كاع واش باقي سميتو إنسان علاش دارت هاد الإدارة اللي ما تخدمش واحد المواطنة يعني عاجزة وضعيفة علاش هاد الموظف ما ينتقلش كاع ويمشي عند هاد السيدة حتى للدار لا يمنعوه راه القانون فيه استثناءات وفيه شي حاجة سميتها الإنسانية ومن رهموها جابوها السيدة حتى تحسنت الحالة ديالها ولينا شوية وكنشوفوها بعدا بدات تهضر وهذا ملي رجعت للدار هذيك الربع أيام الأخيرة في الحياة ديالها ولا 5 أيام مضاعفات صحية وواحد التطورات تصارع دقات القلب يعني السيدة الزنزنة مابقاش كتهضر هذه الوقائع بأمانة ما نزيدوش على هاد الناس يحاسبونا في الدنيا وفي الآخرة زدنا عليهم ولا ظلمناهم حنا نشكو حالنا الله سبحانه وتعالى هو الأول وكنسردوا الوقائع بأمانة كيف الموقع
أرغموها أنها تجي هنا تكرفسوا عليها بقات ساعة هنايا مشات ما كملاش 4 أيام 5 أيام أسلمت الروح لبالي رحمة الله. هادشي اللي قلت لكم سبب مباشر من المديرة والموظفة اللي معاها اللي أرغموا سيدة مريضة طريحة الفراش اللي كانت معلقة السيرومات في الدار بالدواء تنجيبوا لها الطبيب تنضار بالدواء يعني مانع عليها الخروج ولكن الفلوس ديالها بغيناها زعما تعالج بها ولا تنقل بها شي كلينيك يعني في مراكش باش يتم معالجة ديالها فإذ بينا نفاجأ هاد الناس كيرغبوها بالحضور بسيارة إسعاف ولم يقتصر الأمر على ذلك جلسات ساعة وهي جلسة في الزنقة جرجرة في الزنقة بلا دواء بلا سيروم بلا حتى شي حاجة رغم أنها مريضة بزاف هذا من اللي رجعناه للدار أدى بها مضاعفات خطيرة يعني تسارع دقات القلب ويعني ما بقاش كتهضر نهائيا غيبوبة تامة كتفاجئ بعد 4 أيام كتوفى السيدة الله يرحمها سلمت الأمر لبارئها وتوفات الله يرحمها رغم أنها هو حقها فلوسها محطوطه في الوكاله يعني قلنا حنا ولو يبسطوا المساطر قلنا لهم طلعوا موظف طلعوا فاكتور يمشي عندها للدار يهضر معاها يتحدث معاها راه السيده قال لك لا خصها هي تحضر عاتي واحد التجبر واحد السلطويه واحد التعنت ما عمرني ما شفت شي مديره انا بعدا بحال هذا الشكل يعني كتهضر معاك وكتهضر بقله ادب حتى الكرسي ما كتقول لكش تفضل جلس ولا شرح لي ولا كتهضر معاك واقفه وما كتعطيكش وقت وكتزيد وكتخرج من البيرو وكتخليه لا اله الا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لا هي لا الموظفه اللي معاها اللي كتعتبر نفسها مديره وكتستشر معاها في الصغيره والكبيره يعني كيحقروا على الضعفاء والمساكين والفقراء ولكن حقنا عند الله وبيناتنا وبينهم القضاء انا ما غاديش نسمحوا في حق امي فاطمه اللي كانوا هما السبب المباشر في الوفاه ديالها الله يجزيها